مشاهدينا اليوم راح اعرفكم عن سيارة البي ام دبليو 328 اي بي 6. هيدي السيارة تتمتع بمزايا فريدة من نوعها، ما فيها ولا تحكم في السيرسو ولا فيها فتحة بالسقف ولا فيها فرشة بالمراية، بس فيها احمد مانجا وفيها صالح دارك وفيها رفيقي حبيب قلبي حمادي عاشور. واليوم طبعا في برنامجكم المفضل مشاهدينا الكرام توب جير راح ورجيكم المتعة والقدرات اللي تتمتع بيهم السيارة هيدي الفريدة من نوعها بعالم التوب جير. احنا هلا بعالم التوب جير عم نجرب سيارة البي ام دبليو بطريق الشرق. هيدي الطريق احنا هلا موجودين بمدينة البيضاء، مدينة البيضاء هيدي بتوجد في ليبيا في شرق ليبيا، واحنا هلا طلعنا بنغازي اخذت معنا ساعة و23 دقيقة على حسب الزمن وما عم تقبض الصالة تبعتها بنوب. والسيارة هاي من نوعها تيجي من عند اهلها من عند المانيا تيجي سبورت، لكن الله وكيلك هيدي السيارة صانعينها خصيصا الالمان، ولما دخلت على ليبيا هون صار يقولوا ظروف غالية وصارت تخرج بالمطبات، لكن للأسف احنا بألمانيا ما عندنا مطبات وما عندنا جول منيح تبعكم. وهيدي السيارة تتمتع بمزايا كثير فريدة من نوعها، المارشة الثانية تبعيتها بتوصل معك لحد 80 بالكرفات. هلا مشاهدينا رح اوريكم بالكرفات. لك دخيل الله يا زلمة ما عم تجيب حتى سرعة 100، كل ما حتى ثلاث مرشات بيسرقلي شيء مطب، لك شو هاد؟ لك سكر المقطع، لك ما عاد بدي هذا البرنامج انا.